مساء الخير عليكم، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من العرب وود، اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه. وكمان ما تنسوش تابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. على طول نبدا حياتنا معاكم بالهايلايتس. حماقي يواجه تامر حسني بطريقه جديده، ومحمد فؤاد وتامر عبد المنعم دويتو فني، المطربه السعوديه سحاب في كليب جديد، للكبار فقط شعار الموسم السينمائي في شم النسيم، عرب وود يكشف اغرب قصص نجمات هوليوود لاول مره في مصر والوطن العربي. هيجتمع الفنان تامر حسني ومطرب محمد حماقي في حفل غنائي هيقام في استاد القاهره يوم 13 مايو اللي جاي، والحفله هيكون بعنوان ساوند كلاش، وهيكون لكل مطرب مسرح خاص بيه. لكن المسرحين هيكونوا متشابهين في كل حاجه من حيث الديكور والاضاءه والمؤثرات وكمان الفاير ووركس. وفكره حفل ساوند كلاش قائمه على اقامه حفل غنائي كبير بيتقابل فيه نجمين وجها لوجه، والحفلات دي بتزود من روح المنافسه بين المطربين، وهي من تنظيم وليد منصور. وهتبدا الحفله بغناء تامر حسني الاغنيه، وبعد كده هيرد عليه محمد حماقي باغنيه ثانيه، وهيستمر الغناء والمنافسه لمده ساعتين. والسنه دي ظهرت الدويتوهات الغنائيه ما بين كبار النجوم، وكان من اهمها كليب القاهره اللي جمع ما بين عمرو دياب ومحمد منير. وكان من المفترض ان منير يعمل حفله هيكون فيها عمرو دياب ضيف شرف وهيغني معاه اغنيه القاهره، الا ان الحفله اتاجلت. ومن فتره قدمت الفنانه اصاله وانغام حفل كبير جدا حضره جمهور نجمتين وعدد كمان من الفنانين في الوسط الفني، والكل اطلق وقتها على الحفل ده لقاء السحاب. وقدمت انغام واصاله مع بعض دويتوهات غنائيه لاربع اغاني، وهم اهاجات وخانه الذكريات وحته ناقصه وسؤال بسيط. ده حدث جميل، صوتين من اعظم الاصوات، صوت مصري جميل زي انغام، ودي بنتي بقى كمان، لان هي طبعا انا كنت زميله مادة عبد الحليم في المعهد الموسيقى العربيه، وكانت تيجي وهي صغيره تدور على عمو عماد، فانا فرحانه بيها قوي، وانها بقت نجمه كبيره وسوبر ستار، وسوبر ستار اصاله، يعني ده حاجه لقاء سحاب زي ما بيقولوا، يعني مش هيتكرر كتير لقاء السحاب. وبقول ده فرصه رائعه بالنسبه لي، ما اقدرش افوتها، سعيده جدا متحمسه جدا، انا بعشق كل واحده فيهم على حده، فلما يكونوا الاثنين في حفله واحده فدي فرصه فعلا لا تفوت. كل واحده فيهم ليها طعم ونجمه كبيره، وجودهم في حفل واحد وذكاء جدا من المنظمين ان هم يفكروا يجمعوهم. لا ما اعرفش، بس مثلا انا يمكن انغام واصاله من اكتر اثنين بحبهم، بحب برضو شيرين، لو كانت شيرين النهارده برضو موجوده كانت تبقى يعني ليله من ليالي الف ليله وليله، بس برضو انا سعيده جدا ومتحمسه جدا، ان شاء الله هتبقى حفله حلوه قوي. انا مبسوط فكره ان اصاله وانغام بيغنوا مع بعض في حفله واحده، الروح دي عجباني، واتمنى كل الناس تعملها وتقلدها ونبقى نفس الـ يعني الـ 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 الروح دي والاخلاق دي. انا عملت دويتو مع اصاله وان شاء الله، او عملت دويتو مع بلقيس، وهعمل دويتوهات ثانيه ان شاء الله الفتره الجايه كتير قوي. كل الناس تشتغل زي حفله اصاله وانغام كده، ما بيشتغلوا مع بعض نبقى الروح دي كلنا، عشان نشتغل ونبقى زي بره، زي الناس اللي بتوصل بره وبتكبر بره بيكبروا كده، يشتغلوا مع بعض بيحبوا بعض بيبقى في نتيجه. النتيجه بصوا الناس قد ايه، والاعلام قد ايه، والصحافه قد ايه، كل الناس موجوده، كل الناس حابه الموضوع على فكره. وانا النهارده معزوم زي الجمهور، فربنا يوفق اصاله، ربنا يوفق انغام، روحهم حلوه واجمد مطربات في الوطن العربي، نتمنى ان جيلي كمان يبقى زيهم كده بالظبط. اللقاء العملاقتين يعني انغام واصاله، يعني قمتين على مستوى الوطن العربي، قمتين جميلتين، الجمال الحقيقي والجمال الإنساني والجمال الإبداعي على كافة المستويات. الحقيقة أنا النهاردة جاي متشوق إن أنا أخد جرعة تكفيني سنوات للأمام إن شاء الله. أقول إن لما تجتمع أصالة وأنغام لازم كلنا نكون موجودين، وأنا كنت حريص جدا على إن أكون موجود النهاردة، لأني بحبهم الاتنين جدا، بعشقهم، وأول مرة على وان ستيج مع بعض، وأعتقد إن العنوان الصحفي المناسب لقاء السحاب. لقاء السحاب النهارده بين اصاله وانغام، بعتقد ان دي افضل فكره اتعملت الفتره الاخيره، والاثنين طبعا صوتين كبار جدا وفنانتين كبار جدا، وبعتقد النهارده الليله هتبقى جميله جدا، خصوصا ان الاثنين عندهم مشاعر واحاسيس رائعه قوي، والاثنين متالقتين الفتره اللي فاتت، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نستمتع، وانا لغيت كل ارتباطاتي عشان اكون موجود النهارده. هو لقاء إبداعي متميز، لأن أصالة بكل مساحات الإحساس وبكل مساحات القوة وبكل مساحات التفرد اللي عندها، وأنغام بكل مساحات الشجن والرومانسية والأحاسيس الحلوة، هما الاتنين
اكيد هيعملوا مفاجاه كبيره جدا، ودي حاجه حلوه جدا جدا انهم الاثنين يبقوا مع بعض. عشان كده اعتقد ان الناس كلها متشوقه تشوف الاثنين مع بعض، اكيد هيعملوا ابداع مختلف واستثنائي ورائع. يعني لو اغنيه واحده من اصاله فممكن اسمع منازل، بحبها جدا، فيها بيت كده منازل منازل منازل. وفي اغنيه تكتب لك تعهد انغام، بس انا منتظر بقى الاغاني اللي هيغنوها مع بعض. لقاء العمالقه. لا هما طبعا قطبين حلوين قوي طبعا، واصوات جميله، وانغام حبيبتي واصاله صاحبتي وحبيبتي، يعني هما الاثنين اصواتهم جميله وانا مترقب ومتشوق جدا اسمعهم. يعني لقاء الطرب والأصالة، يعني لما تجتمع اصاله وانغام يبقى ده لقاء السحاب، وانا داخل استمتع بيه، يبقى حفله عظيمه. وبعد اصاله وانغام، محمد حمائي وتامر حسني، أعلن الفنان رغب علامة ونانسي عجرب إنهم كمان هيقدموا حفل غناء قريب جدا، وهيقام الحفل في لبنان يوم 20 مايو في لبنان تحت عنوان بيروت تنبض، وكمان هيقدموا من خلال الحفلة دويتو غنائي. وقدمت كمان المطربة نوال الكويتية حفل غنائي مع المطرب عبد الله الرويشد، واللي جمعهم مسرح واحد في مهرجان هلا فبراير. ده غير كمان إنهم سبق وقدموا مع بعض دويتو بعنوان أعذريني من إنتاج شركة روتانا. القلب الكبير انا هجرت مقدره، الخطا مني صغير والعفوف المقدره حني. ومن فتره قدم الفنان هاني شاكر ومطربه امال ماهر حفل غنائي مشترك في دار الاوبرا المصريه، وقدموا خلال الحفل دويتو بعنوان ذكرياتنا. ذكرياتنا يا ذكرياتنا يا كل يوم ذكرياتنا، يا كل يوم مرحلة، يوم بيحكي حصل واللي هيجرى. يا ترى ايه سبب رفض بعض الفنانين لجملة الكبار فقط؟ لو عاوزين تعرفوا خليكم معنا. نجوم الفن في المجتمع هم اكتر الفئات المؤمنين بحقوق المرأة، حتى انهم دايما بيقدموا اعمال بتنادي بمساواة ما بين المرأة والراجل، لكن لسه في بعض الفنانين برغم تقديمهم للأعمال دي إلا أنهم بيرفضوا عمل زوجاتهم في الفن. البعض بيشوف ده ازدواجية في الفكر، والبعض التاني بيشوف ده حق مكفول ليهم باعتبارهم رجال وباعتبار أنهم شايفين أن المرأة مكانها البيت. وكتير من الفنانين أجبروا زوجاتهم على اعتزال الفن، وعلى رأس بقى هذه القائمة النجم تامر حسني، واللي رفض استمرار عمل زوجته بالفن بالرغم من أنه أول شخص تبنى موهبتها الغنائية وقدم كمان معاها دويتو غنائي كان عنوانه ما تسألنيش. لكن بعد قصة حب بينهم وارتباط اتقال ان تامر حسني اشترط على بسمة اعتزالها الفن نهائيا قبل الزواج، وكمان التفرغ التام للبيت والأسرة، وقبلت بسمة بوسيل الشرط علشان تحافظ على حبها لتامر. بسمة في الوقت ده كانت متعاقدة مع شركة انتاج كبيرة وسجلت كمان ألبوم كامل، لكن تامر تدخل وطلب من المنتج محسن جابر انه يدي الاغاني دي لاي مطربة تانية، ووافق على طول محسن جابر على الطلب ده. نجم عرب ايدل محمد عساف هو كمان رافض فكرة عمل زوجته المستقبلية بالفن او الاعلام، وده تقريبا كان سبب انفصاله عن خطيبته المذيعة الفلسطينية لينا قشاوي، بالرغم ان عساف كان معجب جدا بطموح لينا في الاول. عساف بعد الخطوبة طلب من لينا انها تبعد بشكل نهائي عن الاعلام او الظهور في اي مقابلات او حتى كمان اي فيديو كليب معاه، وده اللي رفضته لينا تماما. لينا صرحت في احد البرامج وقالت عساف ابهرته ثقافتي فاحبني، وعندما اقترب مني اراد وقد عقلي. وكمان الفنان شريف رمزي اعلن في احد البرامج التلفزيونية رفضه التام لعمل زوجته الفنانة ريهام ايمن، وقال ان دور الزوجه هي رعايه زوجها واسرتها. بدات علاقه الحب ما بين شريف وريهام وهما بيصوروا مسلسل العراف مع النجم عادل امام، ولما اخذوا قرار الزواج طلب شريف منها اعتزالها الفن نهائيا، وريهام وافقت على طول على اعتزالها الفن. وكمان المطرب والممثل احمد فهمي قرر يبعد زوجته اميره فراج عن الفن،
وتقريبا منعها كمان من الظهور معاه في أي مناسبة فنية بالرغم من أنه مؤمن جدا بموهبتها وبصوتها. أميرة فراج كانت زميلة لأحمد فهمي واتخرجوا من معهد الكونسرفتوار لكنها ما قدمتش أي ألبومات ولا أغاني. واشتغلت كمان فترة مذيعة في إحدى القنوات الفضائية وهي في النهاية اختفت تماما عن الساحة الإعلامية والفنية. وكمان أحمد فهمي قال في أحد البرامج الفنية إنه راجل غيور جدا وطبعه صعب ومش هيتحمل فكرة وجود معجبين لزوجته. وكمان نجم محمد حماية قال إنه مستحيل يتجوز من فنانة وقال إن ده صعب جدا وإنه مش هيستحمل فكرة وجود معجبين لزوجته مع احترامه لكل الفنانات. وكمان نجم محمد رمضان قال إنه بيرفض رفض تام فكرة اقتحام زوجته نسرين مجال التمثيل وقال إن مكان الزوجة هو المنزل وإن دي مسؤولية كبيرة وأهم من عملها بالفن. وقال كمان إنه عاوز حياة مستقرة وهادية. المطرب والملحن عمرو مصطفى قال إنه بيرفض عمل زوجته أصلا سواء في الفن أو غير الفن. وقال كمان مش مهم توصفني بإني رجل رجعي وقال إن مهمة المرأة هي تربية ولادها. النجم ماجد المصري بالرغم من إن بدأ حياته الفنية مع زوجته السابقة منى إشقش وقدموا كمان حفلات كتيرة بس بعد انفصالهم وزواج ماجد من واحدة تانية من خارج الوسط الفني أعلن رفضه التام لعمل زوجته سواء في الفن أو غير الفن. وكمان الفنان التونسي ظفر العابدين من رغم من إنه عاش فترة كبيرة جدا من حياته في أوروبا وكمان اتجوز من فنانة بريطانية إلا إنه بيرفض عمل زوجته بالفن ورغم إنه ما طلبش منها رسميا الاعتزال إلا إنها ما قدمتش أي عمل فني من 5 سنين. الهضبة عمرو دياب هو كمان ما استحملش فكرة زواجه من فنانة وانفصل عن زوجته الفنانة شيرين رضا وده بعد ما طلب منها اعتزالها الفن وهي رفضت وتمسكت بشغلها. لو عاوزين تعرفوا ميعاد طرح ألبوم الفنان هاني شاكر خليكم معنا. بدأ في مصر عرض أفلام موسم شم النسيم واللي بدأت بفيلم نوارة اللي من بطولة منى شلبي من إخراج هالة خليل وبعدها فيلم حرام الجسد اللي من بطولة نهدي السباعي وأحمد عبد الله محمود ومن إخراج خالد الحجر وكمان بننتظر فيلم اللي اختشوا ماتوا لغادة عبد الرازق وفيلم قبل زحمة الصيف لهنا شيحة والمخرج محمد خام بالإضافة لفيلم فصل ملح وداخل لعمرو عبد الجليل. والغريب بقى في الموضوع ان 4 افلام من موسم شم النسيم بيرفعوا شعار للكبار فقط وكأن الشعار ده بقى موضة للموسم الحالي وشعار للكبار فقط شعار فرضته الرقابة على الافلام اللي بتحتوي على مشاهد او مضمون لا يناسب الاطفال لأقل من 16 سنة هي الرقابة بتراقب الفيلم لو يتعرض عرض عام لو ما فيهوش حاجة لو في مناظر جنسية او خارجة بيقصوها وخلاص ما فيش مشكلة وفي نفس الوقت اللي وضعت فيه الرقابة جملة للكبار فقط على الافلام استغرب صناع عمل الافلام دي جدا من وضع جملة على افلامهم فالمخرج اسماعيل فاروق قال انه بريء من المشاهد الجريئة في الفيلم اللي اختشوا ماتوا من بطولة غادة عبد الرازق وعبير صبري وهيدي كرم ومروة لبنانية واكد ان الفيلم يصلح للاسره كلها وهو مش للكبار فقط وكمان الفنان نهدي السباعي مستغربه جدا من موقف الرقابه وقالت ان الفيلم بيقدم مضمون مهم والرقابه هي المسؤوله عن وضع جمله للكبار فقط اما كمان المنتج جابي خوري فقال ان جمله للكبار فقط ما بقتش بتجذب الجمهور وبدليل ان حرام الجسد جايب ايرادات متواضعه جدا ووصلت ل 250 الف جنيه في اول اسبوع وقال كمان انه بيفكر جديا انه يرفعه من دور العرض السينمائي هو الجمهور بيعرف يميز والجمهور هيروح على اللي هو حسه أقرب له أو بيعبر عنه أكتر أو هو نفسه يشوفه وبالعكس المنافسة كويسة يعني أنا المهم أنه الناس تيجي السينما يعني تخش تشوف الفيلم بتاعنا هتشوف مقدمة الفيلم الثاني هتشوف الفيلم الثالث يعني أنه نرجع يبقى فيه نشاط في السينما أنا بتالي ده كويس يعني والسؤال هنا بقى إزاي الرقابة شايفة جملة الكبار فقط ضرورية على بعض الأفلام وأصحابها شايفين عكس كده أنا معرفش حرام الجسد ده إيه كويس إنه مش بتاعنا احسن لا اي حاجه سبكي يقول لك سبكي على قولوا المشاني احلى حاجه ان هو مش بتاعنا حرام الجسد ده ده احنا لو عملنا قبل زحمه الصيف ونزلنا البرومو اللي منزله محمد خان كانوا علقوا لنا المشاني في ميدان عام صح قال لك السبكيه بيعملوا بيشجعوا الفجور بتوع الفيسبوك بالذات الاساتذه بتوع الفيسبوك وبتوع الاعلام وبتوع النت صح ولا غلط انما ده محمد خان لا نعلق له البرنيط وما نقدرش نتكلم عليه بعد شويه هنعرف معاكم ايه هو السبب اللي جمع ما بين تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد خليكم معانا ودلوقتي جه موعد اخبارنا واللي هنبداها معاكم بمسلسل الخروج اللي صور ابطاله افيش المسلسل مع مصور عماد قاسم وده علشان الحمله الدعائيه للمسلسل المسلسل بيشارك في بطولته عدد كبير جدا من الفنانين منهم دره وظافر العابدين وشريف سلامه ونورهان ورشا مهدي وهو من تاليف محمد الصفتي ومن اخراج محمد جمال العدل
بيشارك الفنان وائل نور في بطولة مسلسل شقة فيصل واللي هيرجع بيه للدراما بعد غياب سنين. وائل هيقدم شخصية كوميدية في المسلسل وبيقول إن ده الدور هيبقى مفاجأة. شقة فيصل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر وأحمد فتحي ونسرين أمين وصلاح عبد الله. وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل. بيصور كمان الفنان طارق لطفي بعض مشاهد مسلسله الجديد شهادة ميلاد في إحدى فيلات المنصورية. والمشاهد دي بتجمع ما بينه وبين الفنان زكي فطين عبد الوهاب وكمان الفنانة التونسية عائشة بن أحمد. والعمل ده من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد مدحت. كمان انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل ألبومه بالكامل ومن المقرر طرحه بالأسواق يوم 25 إبريل. وبيتعاون هاني مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكان هاني شاكر طرح أخيرا أغنية سنجل بعنوان بعد حبك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب في شهر فبراير. وكمان المطربة المغربية جنات استقرت على أغنية عايزة أقرب من ألبومها الجديد لتصويرها فيديو كليب. وهي الأغنية اللي كتب كلماتها تامر حسين ولحنها مدين ووزعها كمان أحمد وجيه. واختارت جنات بالاتفاق مع الشركة المنتجة لألبوماتها شهر إبريل الحالي لطرح الألبوم اللي هيكون عنوانه بنفس الكلام. وهي الأغنية اللي كتب كلماتها الشاعر الغنائي نادر عبد الله ولحنها خالد عز ووزعها تميم. بيواصل الفنان يوسف الشريف تصوير أحداث مسلسله الجديد قيصر في إحدى فنادق 6 أكتوبر. ومن المقرر إنه يستمر التصوير يومين. بعدها هينتقل مخرج العمل أحمد نادر جلال لموقع تصوير تاني لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية. مسلسل القيصر من بطولة ريهام عبد الغفور وخالد زكي وأحمد سعيد عبد الغني وأشرف زكي. وهو من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال. ولسه مكملين معاكم أخبارنا القوية بعد الفاصل. كتير من الفنانين أصيبوا بأمراض خطيرة ومنهم اللي بعد عن الفن بسببها ومنهم كمان انتصر على المرض وكمل مسيرته الفنية. ومن أهم الفنانين اللي بدأ يتعافى بقوة وده ظهر عليه خلال استضافته في إحدى اللقاءات كان الفنان عز تبعوف. فخلال الفترة اللي فاتت اتعرض لمرض شديد جدا وده أثر على صحته وشكله وكمان أثر وقتها ردود فعل كبير جدا لما ظهر في إعلان بشكل مرهق جدا. سمعنا بعدها إن الفنان عز تبعوف دخل غرفة العمليات وطلع كمان إشاعات كتيرة بالوفاة لكنه قدر يتعافى بعد ما عمل عملية قلب مفتوح وبعدها بفترة بان عليه انه كويس جدا. او كان في استفادة واحدة لهم هتشيرهم هتغنيهم حتى ماشي كنت هوافق وكنت اقول يا عم مش مهم يلا يعملوا اللي هم عايزين يعملوا لكن ما بيستفدوش حاجة. كل اللي بيستفدوه انهم بيخضوا الناس بيشوهوا سمعتي بيكئبوا اللي بيطلعوا عليه الكلام ده لانه ده راجل الواحد بيقرأ خبر موته بنفسه يعني في اكأب من كده ما اعتقدش ان في حاجه اكأب من كده. قال عليا ان انا عيان قوي وان انا عندي امراض في مخي وعندي امراض مش عارف فين وحاجات كده مع ان انا كنت بقول ان انا ما فيهاش حاجه وبقول لكل الناس يا جماعه والله العظيم ما فيا حاجه لانه والله العظيم ما كان فيا حاجه يعني ما كنتش عارف خالص. رحت سافرت وعملت أسطرة في الأسطرة هناك صراحة اكتشفوا أنه عندي انسداد في الشريان. ومن الفنانين اللي قدروا يقهروا المرض الفنان أحمد حلمي اللي أصيب بالسرطان ودخل ناس كتيرة جدا من جمهوره يحزنوا وقتها عليه. وبرغم خطورة المرض إلا أن حلمي كان متفائل وقوي جدا وما استسلمش للمرض وخضع كمان لعملية جراحية برا مصر ورجع حلمي وكتب وقتها على صفحته أنه بخير والعملية كمان نجحت وطمن جمهوره عليه وقتها وقال إنه سبب نجاح العملية بعد ربنا دعاء جمهوره ورجع حلمي تاني يمارس نشاطه الفني بعد شفائه. ومن الفنانين كمان اللي ما صرحوش بمرضهم الفنان محمود عبد العزيز اللي أصيب في البنكرياس وتكتم وقتها على مرضه وقام بإجراء جراحة نادرة بره مصر. لكن موضوع مرض محمود عبد العزيز اتعرف بعد شفائه عن طريق الصدفة وما أثرش المرض على نشاطه الفني بالعكس كثف نشاطه بعد شفائه في الوقت ده. أما الفنان طلعت زكريا كانت حالته مختلفة شوية اللي إصابته بمرض نادر جدا أثر كمان على أعماله اللي تم تأجيلها. ورغم خطورة مرض طلعت زكريا إلا إنه كان قوي جدا لدرجة إنه قال وقتها هيخف وكمان هيقوم يصور فيلمه الجديد. وكان وقتها بيحضر لفيلم حارس الرئيس وأكتر من عمل فني. طلعت أصيب بالتهاب حاد في شرايين مخه وهو مرض نادر جدا. واتعالج وقتها في فرنسا لخطورة حالته وبعدها مستشفى القصر العيني. وقام بعمل علاج طبيعي لمدة 3 شهور ورغم خطورة مرضه إلا أنه كان قوي جدا وكان عايز يقطع رحلة العلاج أكتر من مرة علشان يكمل أعماله الفنية.
الا ان الدكاتره حذروه انه لازم يرتاح تماما لخطوره وضعه، وبعد شفائه رجع طلع تكمل اعماله الفنيه. ومش كده وبس، ده كمان اتعاقد على اعمال جديده وقتها. اما مرض الفنانه شريهان كان خط النهايه ما بينها وبين الفن، لاصابتها بمرض خطير جدا واللي اثر بشكل كبير جدا على وشها، واختفت شريهان لسنين طويله عن الاضواء. وده كان بسبب رحله علاجها، وعملت شريهان اكتر من عمليه جراحيه. ولغايه دلوقتي شريهان مختفيه عن الانظار، وكان ليها ظهور محدود ايام ثوره 25 يناير. وظهرت كمان شريهان من خلال جلسات تصوير عملتها ونشرتها على صفحتها على الفيسبوك. وطلبها وقتها جمهورها بالرجوع للتمثيل مره ثانيه، وخصوصا فوازير شهر رمضان اللي اشتهرت بيها. اما الفنان فاروق الفيشاوي اللي كان متكتم جدا على حقيقه مرضه، وده بعد ما اصيب بمشاكل في ظهره وعمل كمان عمليه جراحيه دقيقه جدا وخطيره في العمود الفقري في بلجيكا. وكان الفيشاوي حريص جدا على ان مفيش حد يعرف من جمهوره حقيقه مرضه. وبعد شفائه رجع تاني لاستكمال نشاطه الفني، واللي ما تاثرش بمرضه نهائي وقتها. اما الفنان الشاب ماهر عصام كانت حالته مختلفه جدا، لانه اصيب بغيبوبه مفاجاه نتيجه انفجار شريان في المخ، وده ادى لدخوله في غيبوبه استمرت لحوالي 3 اسابيع. لكن الغريب وقتها ان طلعت اشاعات كتيره بوفاه ماهر، وكل يوم تطلع نفس الاشاعه. واللي وقتها نقابه الممثلين ردت وقالت محدش يسمع لاي اشاعه، لان ماهر عصام بخير، وقالوا انهم متابعين حالته الصحيه. وبعدها فاق عصام من الغيبوبه وحالته اتحسنت ورجع تاني لجمهوره. اما الفنان الشاب محمد قماح، واللي كان خاب مرضه مفاجئ للجميع، وده بعد ما اصيب بورم في المخ وعمل كمان عمليه استئصال للورم. وقتها كتب جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تشجيعيه، واللي اثرت بشكل كبير جدا على الحاله النفسيه ليه. وبعد فتره نقاهه رجع تاني قماح لجمهوره ومحبيه بعد شفائه. اما الفنان محمود ياسين فاصيب بمشاكل في شرايين القلب، واللي بسببها عمل عمليه تغيير للشرايين في امريكا. اما الفنان نادر ابو الليف، واللي اصيب بضيق مفاجئ في التنفس ادى لغيبوبه، وكانت حالته مختلفه شويه لانه ما كانش بيعاني من اي مرض، لكن تعرضه المفاجئ لضيق التنفس ادى لتدهور حالته الصحيه، وخصوصا ان المستشفى اللي تم نقله عليها وقت اصابته ما كانتش مجهزه بشكل كافي. وتم نقله بعدها لمستشفى ثانيه، وعجز الدكاتره في بدايه الامر عن تشخيص حاله ابو الليف، ووقتها انزعج جمهوره واصدقائه. وقالت وقتها النقابه انها متابعه لحالته لحظه بلحظه. وبعدها صرح اخو ابو الليف انه فاق من الغيبوبه وبقى بخير، وظهر في برنامج على احد القنوات الفضائيه وطمن من خلال لقاء جمهوره على حالته الصحيه. وبيستعد حاليا ابو الليف لاستكمال نشاطه الفني، وبيجهز لحفلات شم النسيم. وكمان الفنان كريم عبد العزيز، واللي اكتشف مرضه بالصدفه، وده لانه سافر مع والدته لندن لبعض الفحوصات ليها هناك. وهو بيعمل ليها الفحوصات حس بالم شديد ورعشه في ايده اثرت على حركاته، وكمان ارتفاع في درجه الحراره. كريم وقتها افتكر انها نزله برد من تغيير الجو ما بين مصر ولندن، الا ان والدته اصرت انه يعمل فحوصات عشان تطمن عليه. وبعد عمل اشاعات هناك عرف كريم من الدكاتره انه مصاب باكتر من جلطه في الرئه، ولازم يتعالج في المستشفى لمده 20 يوم. وقتها اصر كريم على النزول للعلاج في مصر، الا ان الدكاتره حذروه من ان ركوبه للطياره خطر عليه. فنانين كتير قدروا يتغلبوا على مرضهم ويكملوا مسيرتهم الفنيه، منهم اللي ما صرحش بخبر مرضه، ومنهم كمان اللي ملامحه فضحته، لكن في النهايه رجعوا لنا بالسلامه، بنقول لهم الحمد لله على السلامه. يا ترى ايه هي حقيقه رجوع الفنان عمرو واكد للقاهره في السر؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. الفنانه منى شلبي بتعرضها دلوقتي فيلم نواره، ومحقق نجاح محدود على مستوى شباك التذاكر، ونجاح نقد كبير جدا خاصه بعد فوزها كافضل ممثله في مهرجان دبي ومهرجان تطوان. اسمك ايه؟ نوار. طب ما تيجي نسافر. نروح فين؟ اي حته. وبتدور احداث الفيلم اللي بتكشف الفرق ما بين حياه المصريين الفقراء والحياه المرفهه اللي بيعيشها جزء كبير من مجتمعنا. وكمان بيطرح الفيلم في النهايه سؤال، ايه اللي عملته الثوره للبسطام؟ الشخصيه دي انت مش ممكن تتوقعني اعملها. فدي اول تحدي خالص في الفيلم، لان انت مستحيل يجي في دماغك اني اعملها. فدي اول حاجه. تاني حاجه، هي عملت ايه فيا كممثله؟ هي خلتني اخرج من منطقه اروح لمنطقه ثانيه. وكبني ادم خليت تعاملي حتى مع البنت اللي عندي في البيت اختلف تماما. قلت الميه اعتقد انه هي فكره انه الناس ما عندهاش ميه زي ما عندهاش اكل، يعني اللي هو الفقر. فدي دلاله الميه، انه ممكن جدا يبقى في حتت فيها ميه وفي حتت خالص في مصر ما فيهاش ميه. دلاله الكلب، انه هو علاقه نواره بالكلب كانت في الاول زي الوحش وبعدين بقت كويسه قوي. فهو رمز للوفاء الكلب، ان هو ده الشخص اللي طمر فيه، هي خدمت الناس كلها بس هو ده الوحيد
اللي خدمته ورد لها الخدمة. منى وصفت دورها في فيلم نوارة بأنه دور عمرها، وأكدت أنه من أهم الأدوار اللي قدمتها في مشوارها الفني، وقالت أنها ما جالهاش أي عروض كويسة بعد الفيلم بعد الموقعة إلا نوارة، وحطت تفاصيل اختيارها للدور، وقالت أنها جالها اتصال من المخرجة هالة خليل عشان تعرض عليها سيناريو الفيلم، وإن هالة ما كانتش واثقة أن الفيلم هيعجب منى، وقالت كمان أنها لما قالت السيناريو في ساعة ونص ودل أنها معجبة جدا بيه، وبعدها كلمت المخرجة هالة خليل وقالت لها أنها قبلت الدور، وعرضت عليها إنتاجه بالجهود الذاتية في البداية، وده قبل ما يتولى المنتج صفية الدين محمود إنتاجه. منى شلبي اتكرمت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن دورها في الفيلم، وفازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي ومهرجان تطوان، علشان يكون نوارة تاني أعمالها بنكهة ثورية، وكان الفيلم الثوري الأول ليها بعد الموقعة سنة 2012. رغم أن الفيلم عن الثورة، لكن منى علاقتها بالسياسة مش كويسة، وكمان اتوجه لها اتهامات كتيرة جدا أنها فلول مبارك. منى لما كانت بتصور فيلم في ميدان التحرير قال بعض الناس انها اشتبكت مع الثوار في ميدان التحرير، لكنها ردت على ده وقالت ان دي اشاعات. منى مش سياسيه ولا ليها اراء في السياسه، لكنها بقت بتقول تصريحات ثوريه في الفتره الاخيره، وقالت الوضع السياسي والاجتماعي والفني وكل الاوضاع الاخرى تغيرت نحو حياه افضل بعد الثوره. نواره بيلقى اعجاب الناس رغم ارائهم السلبيه في فكر منى السياسي، وكل تجاوز خلفيه منى وراءها، وحب الفيلم اللي بيناقش مشكلة البسطاء والفقراء، وده اللي خلى منها تقدر في كل المهرجانات اللي دخلتها تسيب بصمة قوية وكمان تحصل على جوائز. بعد شوية هنعرف آخر الفنانين المصابين أثناء تصويرهم لأعمالهم، خليكم معنا. ودلوقتي جه ميعاد أخبار السوشيال ميديا، واللي هنبدأ معاكم مع الفنان عمرو واكد اللي نفى خروجه وعودته للقاهرة في السر، وكتب كمان تدوين على حسابه الرسمي على موقع تويتر بيقول فيها: قريت خبر بيقول عمرو واكد يعود للقاهرة في سرية لتصوير فيلم القرد بيتكلم، هو حد وهمكم ان سبت القاهرة؟ طب الواحد يعود للقاهرة في سرية ازاي؟ نشرت الفنانة سوزان نجم الدين على صفحتها الشخصية على موقع الانستجرام صورة جديدة وهي قاعدة على الصخور بإحدى المناطق الطبيعية، وعلقت سوزان نجم الدين على الصورة وقالت: لوحة معمارية طبيعية، سبحان من أبدعها، أعشق تلك اللحظات التي أهرب فيها إلى الطبيعة لو أجدد صفاء روحي ونقاء قلبي. نشرت الصفحة الرسمية للفنان حمادة هلال على موقع الفيسبوك صورة سيلفي لحمادة بتجمعه بالنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي روما الإيطالي والمنتخب المصري، واللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني. وكمان نشر الفنان باسم ياخور صورته من كواليس مسلسل الندم من خلال صفحته على انستجرام. مسلسل الندم من إنتاج سوريا الدولية ومن تأليف حسن سامي يوسف ومن إخراج الليثي حجو. نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورتها من نافذة إحدى الغرف بفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بمنطقة جاردن سيتي، وفي الجهة التانية ليها أهرامات الجيزة على صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت هيفاء بالصورة كأنها ماسكة الهرم بين إيديها وعلقت عليها وقالت: أم الدنيا. وكمان نشرت المطرب اللبناني عاصر حلاني صورة بتجمعه ببنته وهي بتبوس على صفحته على إنستجرام، وعلق عليها وقال: مفيش احلى من الصباح لما تكون مع الحبايب. ولسه مكملين معاكم اخبارنا وفقراتنا بعد الفاصل. الوقت بيجري ورمضان على الابواب، وللاسف ما زالت اصابات النجوم مستمره في كواليس التصوير واللي بيتم اعدادها شهر رمضان 2016. ومن ايام اتعرضت الفنانه داليا البحيري لاصابه كبيره اضطرت انها تحط رجلها في الجبس لمده 3 اسابيع على الاقل، ونشرت داليا صور من المستشفى وهي في الجبس وما كشفتش عن الاصابه بالظبط. اكيد اصابه داليا البحيري هتخلي الجزء الثاني من مسلسل يوميات زوجة مفروسة يواجه موقف محرج جدا، بالذات ان فريق العمل بدا التصوير متاخر، لكن من الممكن ان المخرج احمد نور يقوم باجراء تغييرات على جدول التصوير علشان ينتهي في الايام دي من مشاهد باقي الممثلين. ومن المعروف ان مسلسل يوميات زوجة مفروسة قوي اتعرض السنة اللي فاتت في رمضان وحقق كمان نجاح كبير جدا. مش عارفة حلمت احلام غريبة كده، مالك يا علي في ايه يا حبيبي؟ اصل عندي شد في دراعي. سلامتك سلامتك يا حبيبي سلامتك. معرفش حلمت احلام كده مش داخلة في بقى. في ايه يا علي في ايه؟ اتخيلت بصرصار على الحيط. لا صرصار، انا بخاف من الصراصير. ايه ده يا سعادة البيت؟ وده اللي شجع المنتج علشان يقدم جزء تاني السنة دي، وهو من تأليف أماني درغام وبيشارك في بطولته خالد سرحان ومحمد أبو داود ورجاء الجداوي وسمير غانم وشيماء سيف. ومن داليا البحيري هنروح للفنانة ميساء مغربي واللي أصيبت أثناء تصوير دورها في مسلسل المغني اللي من بطولة الكينج محمد منير. وإصابة ميساء كانت صعبة جدا لأنها وقعت من العربية أثناء التصوير وتم نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة. ونشرت ميساء على صفحتها الخاصة على انستجرام تسجيل صوتي علشان تطمن جمهورها،
وقالت فيه الحمد لله كل حبايبي حادث بسيط وانا كويسة. شوية ردود وتعويرات. الحمد لله حبايبي ان شاء الله ما قدر فعل حادث بسيط وانا كويسة. شوية ردود وتعويرات. احبكم شكرا لكل اللي يحبنا ديلي ميسا مغربي. الفنانة السعودية سحاب بتستعد لإطلاق فيديو كليب جديد من خلال ألبومها الجديد. سحاب بتصور الكليب في القاهرة في أجواء من الرومانسية والجو الكلاسيكي القديم بتاع زمان. هو كله كلاسيك تقريبا. مش هحرق القصة يعني، بس حلوة يعني. الأغنية محتاجة كده أصلا يعني. من خلال الفيديو كليب ده هنرجع المشاعر القديمة والذوق القديم يعني، والأجواء الحلوة الرومانسية. شركة روتانا بتقدم الفنانة سحاب للجمهور، وكمان بتراهن على صوتها وأدائها الرائع ما بين الفنانات الشابة الموجودة على الساحة دلوقتي. بشكرهم روتانا طبعا، والحمد لله على الدعم ده. بس روتانا ما تعملش حاجة غير ما تكون متأكدة من حاجة يعني، من صوت أو من موهبة. والدليل إن كل المنضمين إليهم ستار، وأتمنى أكون ستار من الموجودين يعني. فبالعكس ان شاء الله يعني يكون ثقتها ودعمها في محله يعني، وحرد اضعاف ان شاء الله. ان شاء الله. سالنا الفنانه سحاب عن تفاصيل اكتر عن الالبوم واشكال الاغاني الموجوده فيه، وكمان اللهجات اللي بتغني بيها. الالبوم منظوم 8 اغاني متنوع من كبار الفنانين الملحنين والشعراء والموزعين. اعتمدنا فيه الخط الكلاسيك المودرن والفلكلوري، وطورنا اغاني فلكلوريه، وعملنا حاجه يعني تواكب العصر يعني، الجيل الشباب. وعملنا الطربي يعني كان منوع وحلو يعني، خليجي يعني عربي عربي. لا في عراقي وفي يمني وخليجي، بس اللهجه الخفيفه دي اللي مش العراق العراقي، مش اليمن اليمني يعني، اللهجه البيضاء تبع الخليج بصفه عامه يعني. ورغم ان معظم اللهجات في الالبوم اللهجات الخليجيه، الا انها قررت تصور الاغنيه في مصر، وده اللي خلانا نسال عن السبب ده. تصوير الكليب في مصر لانه مش هنلاقي الكلاسيك ده غير هنا، والدكتور شادي عارف يعني اختيارات الـ يعني هو عارف الفكره اللي احنا او اللي احنا اللي انا درستها معاه يعني اللي عاوزينها. فكان الاختيار انه في مصر لانه في اغلب احتياجاتنا اللي احنا عاوزينها يعني، من الديكور من اللوكيشن اللي متوفر وكده. في اخر لقاءنا مع سحاب سالناها عن الجديد عندها الفتره اللي جايه، وكشفت لنا انها بدات تفكر في اختيار الالبوم الجديد ليها، واذا كانت ناويه تدخل مجال التمثيل ولا لا. الالبوم الثاني تقريبا بدانا يعني في الاختيارات، بس الـ يعني الـ التنفيذ مش دلوقتي اكيد، بس خلاص بدينا ان احنا نختار، لانه الاختيار بدري بيساعد كتير بيريح. التمثيل يبغى له شخص يعني متمكن اكتر، بيعرف يتلون. بس اذا حاجه بتمثلني وقلتها قبل كده في اللقاء، اذا في حاجه تمثلني يعني شخصيتي فيها 80% من شخصيتي خلاص. يا ترى ايه هي اغرب قصص نجوم ونجمات هوليوود؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. اخيرا تم الاعلان عن تفاصيل الجزء الثاني من كينجز مان، واللي هيخرجه ماثيو فون، واللي هيكون اسمه كينجز مان ذا جولدن سيركل، والمعروف انه هيعرض في السينمات في شهر 7 2017. وفي بيتحد اكزي مع نظيره كينجز مان الامريكي والمعروف باسم ذا ستيتس مان، بعد ما اتضمنت منظمه الاستخبارات البريطانيه في الجزء الاول. براد بيت بيحاول يقنع كارا ديليفين انها تنضم لفريق فيلمه اللي جاي وورلد وور زي. وقالت مصادر ان براد شايف ان كارا موهوبه فعلا، لكن لسه ما حدش قدر يستثمر موهبتها صح، وانه عايز يتبنى موهبتها. وكمان بيسعى براد لانه يوقع مع كارا عقد طويل من خلال شركته، لكن المؤكد لحد دلوقتي ان كارا اعتذرت عن العرض ده بسبب ارتباطات فنيه تانية. انتشر خبر ان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون مطلوبين للمحاكمه ودفع تعويض، وده بسبب حادثه عربيه عملها ابنهم واصاب فيها شخص لانه كان تحت تاثير المخدر او الكحول، والشخص ده رفع قضيه على توم هانكس لانه كان عارف ان ابنه عنده مشكله مع المخدرات، ومع ذلك سمح له يسوق العربيه ويعرض حياه الناس لخطر. ولحد دلوقتي توم ما علقش ولا نفى او اثبت الخبر. اعلنت نجمه بيتش بيرفكت انا كيندريك على تويتر انها محتاجه مساعده من راجل قوي جدا بعضلات في المطبخ. لحد هنا عادي ومفيش مشكله، لكن المثير في الموضوع هو مين رد عليها.
كيلن لوتس نجم تويلايت رد عليها وسألها الأول إيه نوع السكاكين اللي عندك؟ إحنا مش عارفين بقى هو راح ساعدها فعلا ولا ده كان مجرد هزار بين النجوم على تويتر في وقت فراغهم. لكن عموما دي مش أول مرة تطلب مساعدة من الفانز بتوعها. أريانا جراندي وضعت اللمسات الأخيرة على فيديو كليب بأغنيتها Dangerous Woman واللي هتكون الأغنية الرئيسية في ألبومها الثالث واللي من المفترض تطرحه في شهر 5 اللي جاي. وكمان وعدت جمهورها قريب جدا هيشوفوا الكليب كامل. انتشرت إشاعة بتقول إن أدال بتفكر تاخد أجازة طويلة بعد ما تخلص جولتها الغنائية زي ما عملت قبل كده وأخذت أجازة 4 سنين ورجعت بعدها بألبوم 25 اللي اكتسح الدنيا. وقال أصدقاء مقربين منها إنها عايزة تبعد مثلا 5 سنين قبل ما تعمل ألبوم جديد. قريب جدا هنشوف على الشاشة الكبيرة فيلم Pop Star Never Stop Never Stopping واللي بيحكي قصة المغني كونر فوري واللي بيفشل ألبومه وكمان بيبتدي كل حواليه يفكروا إيه العمل بعد ما فقد كونر شعبيته. الفيلم إنتاج جود أباوتو اللي أخرجه قبل كده فيلم This Is 40 وترين ريك. والأهم من كده إن مايكل بولتون وأكون هيكونوا ضيوف شرف في الفيلم. ولسه مكملين معاكم فقراتنا وأخبارنا بعد الفاصل. واحنا داخلين على موسم شم النسيم وأعياد الربيع بدأ الإعلان عن طرح الأفلام السينمائية وده بعد ما قرر عدد كبير من المنتجين إنهم ينافسوا بأعمالهم في عيد الربيع. وهنلاقي عدد كبير من الأفلام هتنزل في دور العرض الفترة اللي جاية منها هبتة وفص ملح وداخ وكمان اطرح الأيام دي فيلم حرام الجسد وأفلام كتيرة في الطريق. لكن كل الأفلام دي بيقابلها وحش كبير بيقدر يدمرها وبيضيع على صناعها كل الفلوس اللي بتتصرف عليها وده عن طريق قرصنتها بعد ترحاب أيام وساعات قليلة جدا منها. الأزمة الكبيرة اللي قال عليها المنتج أحمد السبكي إنه مش عارف يحافظ على أفلامه منها وما يقدرش كمان عليها نهائيا لوحده وده بسبب ان المصنفات مش بتهاجم مكاتب الناس دي واللي اكد بان ليهم مقرات في مصر. احمد السبكي قال كمان ان القنوات اللي وصفها بالشمال انها بتبث من الخارج بس محدش هاجمها او حاول يدور عليها والدوله ما بتعملش حاجه معاهم. السبكي قال كمان ان القنوات دي قائمه على الاعلانات ومن السهل جدا ان مباحث المصنفات توصل ليها. واطلق السبكي على الفيلم المصري لقب فيلم اتهدر دمه على ايد القنوات الشمال. فإزاي نقدر نبيعه على القنوات الفضائية الكبيرة بعد خروجه من دور العرض وكمان تمنه قل جدا فبقى الفيلم المصري ما بقاش عزيز في بيعه. لكن المخرج كريم السبكي قال بأن المشكلة دي مش مشكلتنا لوحدنا دي مشكلة دولة احنا بنعمل نقدر عليه ونحاول بقدر الإمكان المحافظة عليه في السينمات بوضع مندوبين داخل قاعات العرض. أما المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما فقال أن اللي بيحصل في السينمات المصرية مش بشرة خير أبدا وإننا عرضنا الشكاوى على كل الناس وتحدثنا وكتبنا كمان عن سنة الأفلام من تاني يوم عرض وتلاقيها معروضة على القنوات دي. من الواضح كده أن المشكلة دي هتستمر لغاية ما يجي الحل من المسؤولين نفسهم أو ممكن يجي كده من شركة النايل سات اللي ممكن قوي تمنع عروض القنوات دي على الأمر الصناعي المصري. ممكن ما تستغربوش لو عرفتوا أن في أسامي زي ليدي جاجا ومادونا وكمان بيانسي اضطروا يلفوا على شركات الإنتاج في بداياتهم وانهم اترفضوا في الاول لحد ما جات لهم الفرصه وبقى نجوم. الغريب بقى في الموضوع ان في نجوم جات لهم عروض خياليه من شركات انتاج موسيقيه كبيره وهم كمان اللي رفضوها علشان بيحبوا التمثيل وعايزين يركزوا فيه. تخيلوا زي مثلا روبرت باتينسون مثلا في سنه 2010 اترددت اشاعات ان روبرت باتينسون رفض عرض مغري جدا من سايكو مع انه لعب جيتار محترف وكمان شارك باتنين من اغانيه كجزء من الموسيقى التصويريه لفيلم تويلايت. غالبا رفض الممثل العرض ده لانه كان مقتنع ان محدش هيحب مزيكته وهو اعترف بنفسه اناني في الموسيقى وبيلعب بس الحاجات اللي بيحبها وان اسلوبه مش هيناسب الطريقه اللي بتشتغل بيها شركات الانتاج الكبيره. نفس الحكايه حصلت مع حد مش تتوقعه وهي الممثله البريطانيه ايميلي بلونت نفسها جالها عرض من احد الشركات الكبيره لما كان عمرها 16 سنه بس وكان شافها منتج فني في مسرحيه غنائيه في مهرجان ادنبرو واعجب بعدها جدا وقبل توقيع العقد بيوم واحد بس قررت انها تعتزل لانها ما كانتش شايفه نفسها في مجال الموسيقى. من القصه الغريبه جدا كمان قصه زاك افرون اللي ظهر في فيلم التلفزيوني هاي سكول ميوزيكال وكان وقتها لسه مش معروف. طبعا الفيلم كسر الدنيا وكمان سي دي اغاني الفيلم كانت بتتباع بشكل هستيري لكن حصلت ازمه بعدها لما اتسرب خبر ان مش زاك اللي كان بيغني في الفيلم وانما مغني كندي هو اللي كان بيغني ودي كانت لعبه القدر لما غنى زاك وابهر الناس والفيلم نجح جدا باكتساح لدرجه ان الملحن والمنتج الشهير سايمون كاول قدم عرض لزاك وبدل ما يبقى نجم البوب الجديد في امريكا اعتذر زاك لان كان شايف ان التمثيل له الاولويه في حياته. من النجوم اللي جمعوا ما بين موهبه التمثيل والغنى صاحبه الجوائز الممثله جينا رودريجيز واللي حطت رجلها على اول سلم النجوميه في الدراما الموسيقيه فيلي براون
وقدرت جينا تلفت انظار كبار منتجي الموسيقى من خلال دور ماجو تونيريو الرابر المبتدئه اللي بتحلم بفرصه. لكن جينا رودريجيز فضلت انها تركز على مستقبلها في التمثيل اللي بتحبه. يا ريت كنا سمعنا البومات من كل النجوم دول، تخيلوا بقى لو كانوا اخذوا قرار الغنى. اقيم من ايام عرض ازياء المصمم المصري بهيش حسين، واللي حضره عدد كبير من الفنانين والاعلاميين. بهيش حسين طرح عرض تشكيلة ربيع الصيف 2016 من تصميمات وافكار كلاسيكيه مستوحاه من التصميمات القديمه. احنا ده موسم ربيع وصيف 2016، العرض اسمه لارويال، مستوحى كله من الازمنه الملكيه القديمه. هنشوف حاجه مختلفه، لاين جديد يمكن اول مره بنشوفه. اتمنى ان هو يعجب الناس. يعني الفنانه مروه ناجي كانت من بين الحضور اللي شاركوا بهيش في يوم الديفيليه، واعتبرته من احسن المصممين اللي تستمتع بذوقهم. الحقيقه النهارده يعني حضوري للديفيليه بتاع بهيج يعني مش بس يعني ان انا مهتميه، لا، لان انا بقالي فتره كبيره بلبس من عند بهيج ومهتميه جدا بخط الازياء اللي بيقدمه بهيج كل سنه. وانا شفت حاجات باك ستيج، حاجات روعه، فانا متاكده ان الناس كمان هتسعد باللي هتشوفه النهارده. طبعا بحب احضر من فتره للتانيه الحاجات اللي انا بشوفها لايقه لذوقي. حابه اشكر بهيج النهارده، اقول له بهيج جود لاك، والنهارده هتعمل شو يجنن. اما الكاتبه حنان مفيد فوزي فقالت لنا ان بهيج صديق مقرب ليها، وانها بتحترم جدا تصميماته في الازياء. هو بهيج كمان صديق عزيز عليا جدا، ودايما لما بيعمل اي فاشن شو لازم بيكلمني ولازم بحضر، لانه دايما بيبقى حاطط خطوط جديده خالص، والحقيقه هو بيلبسني دايما، فانا ببقى حابه ان انا اجي اشجعه، وبيبقى عندي فضول ان انا اعرف هو عامل ايه جديد. من بين الحضور كمان اعلاميه رندا سمير، واللي كشفت لنا ان هوايه تصميم الازياء كانت بتحبها من وهي صغيره، بس بسبب الوقت والشغل ما قدرتش تحافظ عليها. يعني عندي اهتمام شويه بعروض الازياء، يمكن عشان وانا صغيره قوي كنت بحب اصمم ازياء. كان عندي عشق وهوايه الحكايه دي، بس طبعا ما استمرتش فيها. بهيج طبعا من افضل المصممين في الوطن العربي يعني وفي مصر. بحب اتابع كل اللي هو بيعمله، مش كل المصممين ببقى حريصه ان انا احضر عروض ازياءهم، بس بهيج مختلف. يمكن الشخص الثاني اللي بحب كتير احضر عروض ازياءه بحب محمود غالي كتير. وفي اخر لقاءاتنا في عرض الازياء كانت مع خبير التغذيه هاني ابو النجا، واللي كشف لنا عن صداقته القويه جدا بالمصمم بهيج حسين. اولا بهيج صديقي، ثانيا هو واحد من اهم الديزاينرز في عالمنا العربي وفي مصر، وبالتالي اتوقع منه انه يقدم حاجه كويسه النهارده. دايما ببقى حريص اشوف ايه الجديد اللي بيعمله، لانه حد موهوب جدا، وان شاء الله يعني يبقى له باع كبير في عالمنا العربي. وبكده خلاص حياتنا النهارده خلصت معاكم بسرعه جدا، واللي شفنا فيها اهم الاخبار الفنيه والحصريه. وكمان ما تنسوش تابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتوحشونا؟ سلام.